السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اشياء كثيرة تحدث في ابواب المدارس والثانويات، قد لا تثير الانتباه لفترة قد تطول، وحين تنكشف وتتبدى تقع الكارثة. كانت راديا لطيف تلميذة متميزة طوال سنية الدراسة الماضية، وقد بلغت الآن السنة الأولى من الطور الثانوي. التحقت بإحدى الثانويات في القنيطرة حيث ولدت وترعرعت، وحيث كان والدها الحاج المعطي لطيف يتاجر في مواد البناء. أمها التي كان حظها من التعليم البكالوريا ربة بيت، وقد ساعدت ابنتها راضية في دراستها وتولت تنشئتها على أسس التدين والحشمة وكل القيم النبيلة، وقد بدا أنها نجحت في ذلك. أما أبوها الحاج المعطي فقد كان منهمكا في تجارته، غارقا في مشاكلها. كان رجلا متدينا إلى درجات تلامس التشدد، يتردد على كثير من المشايخ، يسأل أهل الذكر عن قضايا تخص أمور دينه ودنياه، يعود إلى منزله بعد أن يصلي العشاء في المسجد، وغالبا ما يكون أطفاله الأربعة وكبراهم راضية قد آووا إلى أسرتهم وناموا. كان يرى أن الأهم أن يوفر لهم المأكل والملبس، وأن يحرص على أن يحترموا الشعائر الدينية، وكان يعول في الباقي على زوجته الحاجة زهرة ابنة خالته، فهي التي تتابع دراستهم، وهي التي تعد لهم الطعام وتراقب كل شيء. كانت الثانوية التي التحقت بها راضية في العام 2007 بعيدة عن منزل عائلتها. في مرحلة أولى كان والدها يضطر إلى اصطحابها في سيارته والحضور لإعادتها إلى البيت في منتصف النهار وفي المساء، وكثيرا ما كان يتأخر، وكثيرا ما كانت تظل تنتظره في باب الثانوية. أحيانا يمضي كل التلاميذ وتبقى هي في انتظاره. بالنسبة إليه أن تنتظر راضية 10 دقائق أو ربع ساعة بعد خروجها من الثانوية لن يسبب أي ضرر. كان الرجل موقنا بأن ابنته تلقت تربية تقيها كل زيغ أو انحراف، كذلك كان يظن. في باب الثانوية كل يوم أمطرت السماء أم سطعت الشمس، وخلال كل أيام الأسبوع ما عدا الأحد كان يقف رجل يشي مظهره بأنه في العقد الرابع من العمر. كانت له عربة اتخذها من عربة أطفال قديمة، حيث كان المهد وضع صندوقا يفتح غطاءه ويضع فيه في صفوف متراصة بعض علب البسكويت والحلويات. أجيال من تلاميذة تلك الثانوية تعاملوا معه، اشتروا منه ما كان يعرضه من بضاعة. ولكن الرجل الذي لا يعرف سوى اسمه الشخصي مرزاق كان يبيع أيضا السجائر بالتقسيط، وكثير من التلاميذ والتلميذات كانوا يشترون منه بضع سجائر كل يوم، وكان هو من يسر لكثير منهم سبيل الإدمان. كان يخفي علبة السجائر وراء صف علب البسكويت، أو يخرجها من جيبه حين يأتيه أحد أولئك المراهقين يريد شراء سيجارة أو اثنتين. تطورت تجارة مرزاق، وصارت الحلوى وعلب البسكويت مجرد غطاء وراءه يكمن نشاط يدر عليه مداخل هامة. صار يبيع السجائر المهربة، كان ثمنها يغري المراهقين ويدفعهم إلى الانغماس أكثر في الإدمان. خلال الأشهر الأولى كانت راضية تتحاشى الوقوف عند عربة مرزاق، هندامه يحيلها على صورة الأشرار تلك التي ترسخت في ذهنها، وكانت طريقته في الكلام تؤكد لها تلك الصورة التي كونتها عنه. مرزاق كان آخر من يغادر باب المدرسة، لا ينصرف حتى ينصرف آخر زبائنه، ومنهم تلاميذة كثيرون دأبوا على الاستدانة منه،
لم يكن لديه كناش لتقييد الديون كما هو الحال عند أصحاب البقالة في الأحياء الشعبية، كانت ذاكرته قوية. في المرات التي كان الحاج المعطي يتأخر في الوصول إلى المدرسة، كانت راضية كثيرا ما تجد نفسها وجها لوجه مع مرزاق. لم يكن يكلمها، ولكنها كانت تسمعه من موقعها في باب الثانوية وهو يغني، لعله كان يغني، ولكنها لم تكن تفهم شيئا من كلامه، وصارت تظن أن الرجل يؤدي نشيد المساء كل يوم قبل أن يبرح باب الثانوية ويمضي وهو يدفع عربته. اكتشفت راضية أن إحدى زميلاتها في القسم تسكن نفس حيها، كانت بشرى تسكن بضع شوارع فقط أبعد من منزل عائلة لطيف، وقد علمت منها أنها تأتي إلى الثانوية على متن الحافلة. قالت لها إنها حصلت على بطاقة اشتراك لقاء 100 درهم في الشهر، وقد سرت راضية بذلك ومضت إلى أمها تبلغها أنها وجدت حلا لتنقلها إلى المدرسة. أخبرتها عن بشرى وعن الحافلة. استقر رأي الحاجة زهرة على تجربة هذا الحل لفترة لا تتجاوز شهرا واحدا. فاتحت زوجها في الموضوع، عارض بشدة في البداية، ثم مال إلى اللين لما ذكرته بأن ابنتهما تضطر إلى انتظاره في باب الثانوية وحيدة لما لا تسمح له ظروفه بالحضور في الموعد. وافق في النهاية على أن يجرب هذا الحل لشهر واحد. كانت راضية في 16، وقد بدأت تبدي منذ فترة محاولات للاعتراض على نمط الحياة السائد في البيت. كانت والدتها وهي الأقرب إليها تحاول التغاضي عن أمور، ولكنها لم تكن تبدي أي لين فيما يتعلق بالملبس والشعائر الدينية. وقد وجدت راضية نفسها تتجاذبها إيقاعات الأوقات التي تمضيها في الثانوية وما يملى عليها من سلوك في البيت. صارت ترى في والدتها امرأة لا تريد لها أن تنفتح، بينما كانت زميلاتها في الثانوية تظهرن بمظهر مختلف، ولذلك نزعت في تلك الفترة إلى إبداء انغلاق وتقوقع صار يقلق والدتها. تراجعت نتائجها الدراسية وصارت تتمرد على أسرتها. ذات مرة قالت إنها ترفض ارتداء غطاء الرأس، ولما بلغ والدها ذلك زجرها، ولما حاولت أن تبدي رأيها صفعها، بكت في صمت، ظلت تبكي إلى أن نامت. ما لم تكن تعرفه الحاجة زهرة ولا الحاج المعطي لطيف أن راضية صارت تحكي لصديقتها الجديدة بشرى عن كل ما يحدث لها مع أسرتها، وكانت بشرى تحرص على مواساتها، ثم بالتدريج صارت تأتي لها بالأجوبة. كانت راضية ترى أن ما تقوله صديقتها غالبا ما يستجيب لما كانت تتوق إليه، ثم تطورت الأمور وعرضت عليها صديقتها حلا سحريا، أن تبدي لهم في البيت ما يودون رؤيتها عليه، وأن تمضي فيما تريده حين تكون بعيدة عن أنظارهم. تعلم راضية أن صديقتها تحب زميلا لهما في القسم، كانت من حين لآخر تمضي معه بعض الوقت بعيدا عن الثانوية في مقهى وسط المدينة، وكانت تحكي لها عن مغامراتها. صار الحاج المعطي نادرا ما يلتقي ابنته الكبرى. التغيير الذي طرأ على جسمها كان يبعث إليه برسائل صارت تؤرقه الآن. قيل له زوجها واسترح، قيل له كفاها تعليما، وقيل له وقيل له، ولقد هم بفصلها عن الدراسة، ولكن والدتها عارضت بشدة. لاحظ الحاج المعطي هو الغارق في أعماله أن راضية تذهب إلى الثانوية كل يوم من 8 صباحا إلى 12 زوالا، ومن 2 بعد الزوال إلى 6 مساء. أثارت انتباهه رتابة التوقيت وانتظام ساعات الدراسة على ذلك المنوال من 2 إلى 7. ظلت نتائجها الدراسية في تراجع. وقد تذكر المعطي أنه لما كان تلميذا في الثانوي لم يكن البرنامج الزمني بتلك الرتابة. لاحظت الحاجة زهرة أن طباع ابنتها تبدلت،
وأنها صارت تبدو وكأنها تعاني من مرض ما. حاولت أن تعرف منها أسباب انزوائها، ولكن محاولاتها لم تثمر. قرر الحاج المعطي أن يفرض عليها مراقبة. ذهب ذات صباح من شهر أبريل إلى الثانوية وطلب البرنامج الزمني للقسم الذي تدرس به ابنته. لاحظ أنه لا يتضمن أي حصص للدراسة مساء الأربعاء ويوم السبت، كما أن ساعات الخروج والدخول تختلف من يوم لآخر. انتظر مساء الأربعاء، اكترى سيارة حتى لا ينكشف أمره، ووضع نظارتين كبيرتين وتبعها. توجهت إلى الثانوية ولكنها لم تدخل. قابلت مجموعة من التلاميذ، كانت معها بشرى، تحلقوا حول عربة مرزاق. رأى أن البعض منهم اشتروا سجائر، أحدهم لم يتردد في إشعالها في باب الثانوية. ثم تحركت المجموعة وفيها ابنته راضية. توجهوا إلى أرض خلاء تقع في الجزء الخلفي من الثانوية، نزل واقتفى أثرهم. تحت شجرة هناك رآهم يجلسون. أشعل بعضهم السجائر بينما كان آخرون يعدون لفافات الحشيش. رأى مندهشا كيف أن ابنته راضية تناولت من أحدهم لفافة وشربت منها. أحس بأن دماغه يكاد ينفجر. تقدم نحوهم يصرخ. فوجئت به راضية، حاولت أن تهرب، حاول أن يلحق بها، سقط، ابتعدت، ثم التفتت إلى جهته، كان ملقا على الأرض. عادت إليه، كانت تبكي، ثم أصابتها نوبة هستيريا. جلست إلى جانبه وصارت تصرخ: دعني أمضي، البنوة ليست خبزا وملبسا وأوامر، دعني أمضي. كانت تضرب بكفيها على الأرض، لم يكن يجيب. خرج مسؤولون في المدرسة يستطلعون الأمر، اكتشفوا مشهد الحاج المعطي وابنته. لما نقل إلى المستشفى تبين أن الرجل أصيب بصدمة تسببت له في انهيار عصبي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.